أعلنت أبو ظبي تمام 8 مساء بتوقيتها مباشرة من مركز الأخبار. أحييكم أنا حامد المعشني ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنيان الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق. في ختام معرض جيتكس جلوبال حمدان بن محمد بن راشد يؤكد مكانة دبي مركزا رئيسيا عالميا للتكنولوجيا. طاب مساءكم بكل الخير. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخاب رئيسا لجمهورية العراق. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للمستقبل وحرص سموه بأن يكون لدولة الإمارات إسهام إيجابي مؤثر في صنعه هي قوة الدفع الرئيسية وراء هذا الزخم الكبير من الفعاليات التي تستضيفها دبي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى معرض جيتكس جلوبال والذي تختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجارية العالمية. وخلال الزيارة تفقد سموهما عدد من الأجنحة العالمية والوطنية المشاركة في المعرض حيث طلع على الحلول والتقنيات التي تطرحها الشركات والمؤسسات العارضة عبر الحدث. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم جيتكس جلوبال شهد حضورا غير مسبوق بنحو 5000 عارض منهم 1400 شركة جديدة وأكثر من 138 ألف زائر رحبنا بهم ضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض. هذه المشاركة النوعية تؤكد مكانة دبي مركزا رئيسيا عالميا للتكنولوجيا وتفتح فرصا غير محدودة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية. جاءت النسخة 42 من معرض جيتكس جلوبال على قدر طموحات وتطلعات متتبعي وعشاق أحدث الصيحات في عالم التكنولوجيا والتطبيقات الذكية. وكشف المعرض الذي اختتم فعالياته اليوم في دبي عن قائمة طويلة من الاختراعات والابتكارات التي ستغير شكل العالم وطريقة حياة الإنسان اليومية خلال السنوات المقبلة. واستعرض معهد الابتكار التكنولوجي المتخصص في البحوث العلمية وذراع البحوث التطبيقية لمجلس بحوث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي عدداً من الابتكارات المتطورة التي تخلق حلولاً للتحديات المستقبلية عبر 3 من المراكز البحثية 10 التابعة له. اليوم في جيتكس نعرض 3 مشاريع حية، منها مشروع التحكم بالطائرات دون طيار، مشروع رادار اختراق الأرض التابع لمركز بحوث الطاقة الموجهة، ومشروع المركبات البرية الغير مأهولة التابع لمركز بحوث الروبوتات المستقلة. وكشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مركبة كروز الكهربائية ذاتية القيادة والتي ستبدأ العام المقبل تشغيل الجيل الجديد منها بعدد محدود لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجيا ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030. إحدى أبرز المشاركات السنة هاي هو مشاركتنا وعرضنا مركبة جي ام كروز. هي اتفاقية وقعتها الهيئة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة جنرال موتور كروز لتوفير 4000 مركبة أجرة ذاتية القيادة بداية من نهاية العام القادم حتى عام 2030.
ومشاركة خليجية واسعة كان من أبرزها جناح وزارة الداخلية السعودية التي هدفت محاورها الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030. تشارك الوزارة للمرة الثامنة في هذا المعرض التقني الضخم، وتستعرض الوزارة عدد من المحاور المهمة مثل محاور خفض الجريمة ومحاور الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر. وجاءت جميع المشاركات العالمية لتثبت مجدداً أن المعرض هو المنصة العالمية الأبرز لتقنيات المستقبل. جايتكس 2022، مئات من الحلول الذكية الرقمية وملايين من الاستثمارات في المشاريع الناشئة استشرافاً للمستقبل. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي. في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على ترسيخ العلاقات في المجلة كافة، عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات في مقر المجلس في أبوظبي مع معالي كيم جينغ بيو رئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث أكدت أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين والبلدين الصديقين. تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على جهودها الإنسانية الكبيرة، أهدت إليسيا بيتيني نائبة عمدة مدينة فلورنسا الإيطالية مفتاح المدينة لسموها، وتسلمت مفتاح المدينة نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك سعادة الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة. وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمة ألقتها نيابة عن سموها سعادة الريم الفلاسي، أعربت عن شكرها واعتزازها بهذا الإهداء ومنحها مفتاح المدينة، ما يدل على عمق العلاقات الإماراتية الإيطالية ورسوخها. دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع وسط مدينة وسط جمهورية مالي، واستهدف حافلة ركاب ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة مالي وشعبها الصديق ولأهالي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. بعد الفاصل في علوم الدار الثامنة، مركز خليفة الصحي في العاصمة أبوظبي ينظم فعالية توعوية للوقاية من سرطان الثدي. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. دائرة العنف وتواصل معنا على 8-7283. Why are more and more businesses choosing Abu Dhabi Global Market as their home? Is it the high business standards the city offers? Or because it's the true financial powerhouse of the UAE, offering stability, scoring first, and mastering the art of finance for generations. ADGM sits in the heart of the Abu Dhabi economic vision, investing in sandbox environments and a modern infrastructure for digital banking.
step through the gateway into the future. Enjoy a business-friendly culture within a globally connected strategic location. Get on board a fast-moving economy powered by the leading financial center in the UAE's capital, Abu Dhabi Global Market, your business capital. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى علوم الدار الثامنة مباشرة من مركز الأخبار. يحتفي شهر أكتوبر بالتوعية من مرض سرطان الثدي، ومن هذا المنطلق نظم مركز خليفة الصحية في العاصمة أبوظبي فعالية التوعية بسرطان الثدي. دعونا نقترب من هذه الفعالية مع الزميلة شمس المرزوقي. كثفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية الصحة جهودها لتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن وإجراء فحص سرطان الثدي دورياً، تزامناً مع الاحتفاء عالمياً بشهر التوعية بسرطان الثدي، والذي يتضمن إجراء فحوصات مجانية للنساء فوق سن 40 وتشجيعهن على إجراء الفحص دورياً من خلال تسهيل الإجراءات لهن. شو هم الفحوصات اللي لازم تعملها السيدة للكشف المبكر؟ في عنا 3 فحوصات أساسية، هي الفحص الذاتي كل شهر، الفحص السنوي من قبل طبيبها العام، وأهم فحص في هذه الفحوص هو الفحص الماموغرام اللي كنا بنعرفه، هو فحص أشعة سينية بجرعات بسيطة من الأشعة. تأتي هذه الجهود في إطار حملة صحة المتنوعة للتوعية بسرطان الثدي، والتي ستغطي جميع المرافق الطبية التابعة لها، ويتخللها تخصيص شاحنات متنقلة لإجراء فحص تصوير الثدي بالأشعة الماموغرام، وتنظيم ندوات تثقيفية رقمية لنشر التوعية بين أفراد المجتمع. فحص الدوري معناته للست تبلغ من العمر 40 سنة لا تشكو من أي أعراض بالثدي، مثل أوجاع أو كتل بالأبط أو كتل بالثدي، أو عندها مثلاً إفرازات بالحلمة أو تغير بشكل الجلد، إلى كل الأعراض اللي ممكن تكون، يعني لازم تكون طبيعية جداً جداً. بتتوجه بنعمل الفحص الماموغرام، وإذا في أي شيء إحنا شاكين فيه بنرجع من نادي المريضة وبنرجع بنعمل لها فحوصات تشخيصية للمنطقة اللي احنا شاكين فيها. هلا 80% من الحالات اللي من ناديها ممكن تكون تغيرات طبيعية، ولكن 20% هي ممكن تكون بداية لكانسر. الفحص الذاتي المنتظم وتصوير الماموغرام يعد من أهم سبل الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، لذلك دعت صحة جميع النساء لعدم تأخير الفحص وإعطاء الأولوية للوقاية من المرض.
ومباشرة من مركز الأخبار تتابعون في علوم العالم بعد الفاصل. الرئيس الروسي ينفي نيته توسيع نطاق التعبئة في إطار الأعمال العسكرية في أوكرانيا، ويؤكد أنه لا يرى حاجة لإجراء محادثة مع بايدن في شأن الأزمة. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. ماما بتودين المدرسة؟ ها سليم بوديك. صراحة هالفاشينيستا ذبحتني صبغات شعرها، أنا جاية الصالون مخصوص علشان بس أصبغ شعري مثلها. هلو ماما. ها سليم. مو نريد كلام أنتِ. إيش تبي؟ عطني إياها. ألو ماما. إيش فيك منى حبيبتي؟ أريد أروح الحمام. الله يهديك، يعني متصلة فيني بس علشان هالسالفة؟ أعطيني أعطيني سليم. سيد بيتهوفن. سيد بيتهوفن. نعم نعم من عطرش خوت ريد بول. ريد بول. الخامسة. نمر طوال حياتنا بتجارب مختلفة، بعضها يكسرنا وبعضها يغيرنا بشكل أو بآخر، لكن بالقليل من الرعاية والعطف والحب يمكننا إصلاح من كسر عند الآخرين وجعلهم قادرين على الوقوف من جديد. هنا في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية إيواء نقدم خدمات متكاملة هدفها إعادة بناء الأفراد نفسياً وجسدياً. نعطي الأولوية للتعافي والتمكين من خلال برامج إعادة التأهيل والتي تشمل العلاج الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والدعم القانوني، ومن خلال خدمات الرعاية الصحية الشاملة للتقييم والرعاية الطبية، بالإضافة إلى دور الإيواء لدينا والتي تعتبر ملاذاً آمناً للجميع. وعندما تكتمل عملية تمكين الأفراد نحرص على إدماجهم مجدداً في المجتمع. وفي كل يوم نجمع الأجزاء المكسورة ونسعى لتحويلها إلى قطعة من الجمال. أوقف دائرة العنف، اتصل بإيواء. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283.
20 دقيقة بعد 8 مساء الساعة في أبوظبي، أهلا بكم إلى علوم العالم. أعلن مصدر من الحرس البحري في تونس يوم أمس انتشال 15 جثة في سواحل ولاية المهدية شرقي البلاد، وتجرى عمليات تمشيط للبحث عن جثث 18 مهاجرا من المفقودين في السواحل الجنوبية كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية. وأفاد المصدر لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن البحر لفظ هذه الجثث بين الأربعاء والخميس بعد تغيير اتجاه الريح التي ساعدت على اقترابها من الساحل. في ملف آخر، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرج بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الأمين العام يرحب بإعلان اتفاق حكومتي لبنان وإسرائيل رسميا على تسوية نزاعهما في شأن الحدود البحرية بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع أنه يعتقد بشدة أن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة والرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية لإيجاد حلول لتمديد الهدنة وتوسيعها التي انتهت مطلع الشهر الجاري. وقال جروندبرغ أنه يحتم عدم تفويت هذه الفرصة، داعيا جميع الأطراف إلى إظهار روح القيادة والمرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها عاجلا. وأضاف أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق. وأشار المبعوث إلى أن الجهود المبذولة منذ بدايات يوليو المنصرم لا تسعى فقط لتمديد الهدنة، ولكن أيضا لتوسيع عناصرها والبناء عليها. إلى مالي، قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 53 بجروح في انفجار عبوة ناسفة يوم أمس لدى مرور حافلة ركاب مدنية وسط البلاد، والتي كثيرا ما تشهد أعمال عنف جهادية. وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين بانديغارا وغونداكا في منطقة مبوتي عصر الخميس بحسب مصدر أمني. في الشأن الأوكراني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أنه لا يخطط لتوسيع التعبئة الجزئية التي أعلنها قبل 3 أسابيع في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه قد جند 222 ألف رجل حتى الآن. وقال بوتين في مؤتمر صحفي أنه يتوقع انتهاء التعبئة في غضون 2 أسبوع، معترفا بأنها شهدت إخفاقات. وبخصوص الممرات الإنسانية للحبوب الأوكرانية، أشار بوتين إلى أنه ينبغي إغلاقها إذا تبين أنها تستخدم فيما أسمه أعمال إرهابية. وأضاف الرئيس الروسي إلى أنه لا يرى حاجة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الأزمة الحالية. في سياق متصل، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل غروسي إحراز بعض التقدم في محادثات في شأن محطة زابورغيا الأوكرانية التي تشهد معارك. وقال غروسي إن العمل يتواصل وأعتقد أننا نحرز تقدما جيدا. وكان رئيس الوكالة الدولية يشير للاقتراح الذي يؤيده في شأن تحديد منطقة آمنة لمحطة زابورغيا. وعلى الرغم من ذلك، ليست هناك أي إشارات ملموسة على موافقة موسكو وكييف. وفي الشأن ذاته، ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الانترنت أنه من المقرر الانتهاء في يوليو 2023 من إصلاح جسر بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا الذي تضرر من انفجار يوم السبت الماضي. وألقت روسيا مسؤولية الانفجار الذي أصاب الجسر الاستراتيجي على أوكرانيا. واحتفل بعض المسؤولين الأوكرانيين بالتفجير، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها عنه رسميا حتى الآن. من جانبها، تحقق السلطات الأوكرانية في أسباب دمار طائرة الشحن العملاقة من طراز أنتونوف N-225 ذات المحركات 6 في بداية المعارك مع انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن المدعي العام الأوكرانية والمخابرات التابعة لجهاز الأمن العام يحققان في سبب عدم نقل الطائرة العملاقة إلى مكان آمن في الوقت المناسب. وطائرة أنتونوف N-225 هي أثقل طائرة شحن في العالم، وكانت متوقفة في مطار هوستوميل شمال غرب كييف في بداية العملية العسكرية الروسية قبل أن تدمر. علوم الدار الثامنة انتهت، قدمت لكم من مركز الأخبار، لكن قبل الختام تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيق. في ختام معرض جيتكس جلوبال، حمدان بن محمد بن راشد يؤكد مكانة دبي مركزا رئيسيا عالميا للتكنولوجيا. ألقاكم في 9 مساء بتوقيت أبوظبي وعلوم الدار 9 مباشرة من مركز الأخبار. إلى ذلك الموعد، إلى اللقاء.